أول مهامها استجواب رئيس الحكومة توجه لتشكيل كتلة موحدة من النواب المستقلين. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. كشف المرشح الفائز باسم خشان اليوم الأربعاء عن وجود تحرك لتشكيل كتلة موحدة من النواب المستقلين الفائزين في الانتخابات، وقال خشان في تصريح تابعته قناة أخبار العراق إنه سيتم العمل على تشكيل كتلة موحدة من المستقلين داخل مجلس النواب، هدفها تشكيل الحكومة أو التوجه إلى المعارضة داخل قبة البرلمان، وأضاف أنه إذا لم نتمكن من تشكيل الحكومة فلن نكون جزءا من حكومة المحاصصة وسنتجه إلى البرلمان، مؤكدا أن عدد أعضاء الكتلة سيمكننا من المحاربة داخل مجلس النواب واستجواب أي مسؤول في الدولة ابتداء من رئيس الوزراء.